بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، تفضل سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء، وسعادة الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بالتوقيع صباح هذا اليوم بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني على 5 عقود لتنفيذ مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت و66 كيلو فولت ضمن المرحلة الثانية لتزويد المشاريع الإسكانية الاستراتيجية في مملكة البحرين بالكهرباء، وتوقيع عقد تنفيذ أعمال الكابلات البحرية والأرضية جهد 66 كيلو فولت لمشروع تزويد جزر حوار بالكهرباء مع الشركات المنفذة لهذه المشاريع عن طريق الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية الخليجي لمملكة البحرين. وبهذه المناسبة قدم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشكر الجزيل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما تقدمه من دعم متواصل لمملكة البحرين في مشاريعها التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرا إلى متانة العلاقات الأخوية التي تربط الدولتين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، والتي أسهمت في تحقيق الكثير من المنجزات على كافة الأصعدة، منوها معاليه بدور الصندوق السعودي للتنمية في رفض العمليات التنموية المختلفة بما يحقق الأهداف المنشودة. ومن جانبه قال سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء عقب توقيع العقود إن هذين المشروعين يأتيان ضمن الخطة الرئيسة التي وضعتها الهيئة لتطوير وتوسعة شبكات نقل الكهرباء في المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، والاهتمام والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك لجعل شبكة الكهرباء قادرة على تلبية الطلب المتنامي على استخدام الكهرباء في جميع أنحاء المملكة لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري، ومن ثم توفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة، علاوة على جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال من خلال توفير بنية تحتية داعمة للتنمية والاستثمار. وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية وفد رفيع المستوى من الصندوق السعودي للتنمية وممثلون عن الشركات السعودية، بالإضافة لنواب الرئيس التنفيذي بهيئة الكهرباء والماء وعدد من المسؤولين بالهيئة. سعدنا اليوم بتوقيع 6 اتفاقيات لتزويد مناطق وإنشاء شبكات ومحطات كهرباء في مختلف مناطق البحرين بتمويل ومنحة كريمة من صندوق التنمية السعودي. بداية نشكر المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على هذه الدعم الكريم والذي يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين. من أهم ما تم التوقيع عليه اليوم هو تزويد جزر حوار بالطاقة الكهربائية من خلال كابلات بحرية. هذا المشروع يفتح آفاق للتنمية في جزر حوار ويأمن بيئة تنموية داعمة للاستثمار العمراني والتنموي في جزر حوار. هذا مشروع استراتيجي عبارة عن 25 كيلومتر من كيلومترات البحرية الممتدة من رأس البر إلى جزيرة حوار عن طريق 3 كابلات كهربائية، وبالتالي هذه بيزيد قدرة الشبكة على تزويد الكهرباء لجزيرة حوار. وبالإضافة إلى هذه وقعنا عقود إنشائية لإنشاء 17 محطة كهرباء 66 ومحطتين 220 كيلو فولت لتزويد المشاريع الإسكانية في شرق الحد ومدينة سلمان والرملي ومدينة خليفة. فاليوم نتكلم عن حزمة مشاريع ب 186 مليون دينار، هذا يمكن يكون هو الأعلى في تاريخ الكهرباء نتوقع في يوم واحد 186 مليون. الحقيقة المشروع هذا حيكون مشروع على حسب ما فهمت أنه حينقل الكهرباء إلى جزيرة كانت تغذى في السابق بمولدات ديزل، وهذا يعتبر يعني من ناحية البيئية ومن ناحية ثبات الكهرباء يعني مشروع حيوي ومهم. حقي هذا المشروع تعاون بين الحكومة السعودية والحكومة البحرينية، وإحنا كشركة سعودية فخورين أن احنا ننفذ هذا المشروع في البحرين، ومتوقعين مشروعنا إن شاء الله ينتهي قبل نهاية العام القادم. اليوم بتوقع عقود هذه
هذه المشاريع اللي ان شاء الله راح ان شاء الله تزيد كفاءه الانفراستراكشر والبنيه التحتيه في دوله البحرين ان شاء الله.